طيب اكمل. طب ثانية واحدة بس عشان العدد يكتمل. ثانية واحدة. تمام حضرتك، ممكن حضرتك تكمل. ماشي حبيبي. في بيقول في عندنا great number of patients who underwent amputation wouldn't have this amputation if they were managed by high volume centers specialized in revascularization. There are still patients in whom the choice between revascularization and the primary amputation is difficult. خد بالكم الحته دي. The examination points are ايه بقى اللي عندنا اللي احنا بنبص عليه؟ يعني امتى نقول انا هعمل العين ده amputation from the start؟ Number and severity of associated comorbidity. يعني العيان ده في heart failure مثلا، دخلوا عملوا revascularization هيموت على الترابيزه. يبقى this patient is this is considered factor كبير جدا. نمره اثنين required revascularization procedure. عندنا عشان اعمل revascularization ممكن حد بس يقفل اللي فاتح البتاع يقفله ما عدا محمود بس. يعمل ميوت اللي فاتح بتاع المايك. تمام حضرتك. كويس. الكومبلكسيتي اوف ريكوايرد ريفاسكولايزيشن بروسيجر. عندنا فيري لونج اوكلوجن من اول الاورطه مثلا لغايه تحت لغايه الانكل. طب ده هيحتاج اكستنسيف سيرجري، العيان مش هيستحملها. يبقى ذيس از ذا سيم از انذر فاكتور تو بي ادد. وبعدين هاو سيفير از ا فوت افكشن باي جانجرين اور انفكشن. طب انت من الاصل لقيت ان البيشنت ده الجنجرين سرحة لغاية النية، طب هتعمل له ايه ده؟ ما هو خلاص يبقى هنعمل له above knee amputation من الاول. لو هي خلاص الجنجرين دي كانت spread يقول ان البيشنت ده يتعمل له primary amputation from the start. خلاص؟ برضه sophistication ده مش عليكم قوي، لكن اللي انا عايز اعرفه ان في حاجه اسمها primary amputation. يعني ممكن اجي ابص على العيان واقول للعيان ده لا انا مش هعمل له حاجه خالص. العيان ده هعمل له amputation from the start. The unfit patient endovascular treatment may be no better than primary amputation برضو. يعني عشان برضو احنا كل الكلام اللي منصب عليه الopen vascular surgery، لا حتى بالendovascular surgery العينين دول ظروفهم مش احسن مع الendovascular، وان الendovascular مش هيحسن ظروفهم، وبرضو هيبقى الamputation is a is indicated في هؤلاء العينين. طيب الpreoperative preparation. The goal of the patient support during this period is to provide ان يحصل له rapid maximum recovery ويحصل maximum rehabilitation بعد الامبيوتيشن بتاعنا ده. خلاص؟ يعني يستحمل البروسيجر اللي انا عاملها دي، والحاجه الثانيه اعمل له rehabilitation عشان بعد كده اقدر اركب له بروتيسز اللي هو artificial limb يقدر يمشي عليه. This period بتاخد من سنه لسنه ونص تقريبا. Patient support during this period is the coordinated teamwork including the family بتاعت العيان والسيرجن اللي عمل له الجراحه والبوديوترست اللي هو الراجل المتخصص في الفوت والفيزيوثيرابيست والريهابيليتيشن سبيشالست. خلاص؟ والبروثيسز او البروثيتيك نيرس، النيرس اللي ريسبونسبل فور ذا بروثيسز اتسيلف. السوشيال وركر اللي هو الاخصائي الاجتماعي والسايكولوجيست، لان البيشنت ده بيبقى عنده سايكيك تروما فلازم السايكولوجيست يقف جنبه. والبير سبورت جروب اللي هم مين؟ اللي هم ناس عملوا امبيتيشن قبل كده وبيقولوا العيان دي مش اخر الدنيا، احنا يعني ان هم ركبوا طرف ومشوا عليه وانه الدنيا بالنسبه لهم ايه؟ الدنيا بالنسبه لهم ما اتغيرتش ما اتغيرتش ولا حاجه. خلاص؟ طيب. بعد كده ليفل اوف امبيتيشن ده مهم جدا. وات از واي ات از امبورتنت؟ امبيتيشن نمرة واحد to get rid of all painful infected or gangrenous stitches. طيب نمرة اثنين ده الاوبجيكتيف الاول to be added لي مش place it to be added لي الاوبجيكتيف الثاني ان انا بعمل amputation where the amputation would be expected to be يعني level of vascularity اللي انا عملته ده يقفل otherwise مش كويس. نمرة ثلاثة adequate amputation stump. الامبيوتيشن stump دي اللي هو الاند اوف دي عليه البروسيس. طيب بلو ذا نيو امبيوتيشن از بيتر من الابوف نيو امبيوتيشن، عشان كده احنا بنحزق قوي في موضوع الليفل اوف ايه اوف امبيوتيشن ده. كويس؟ طيب ليه بقى؟
The unilateral baloney amputation increases energy expenditure by about يعني من الانرجي بتاعته هيكافح عشان يحرك الليمب ده هيزيد الانرجي expenditure by 30%. طيب the unilateral above the knee amputation increases the energy expenditure by about 60%. يعني الضعف تقريبا. طيب الناس اللي عملوا بلوني امبيوتيشن خلاص بيقدروا يركبوا بروتيسز في 50% to 100% من العيانين. حين ان الناس اللي عملوا above knee amputation بس 10% منهم ل 30% هم اللي بيركبوا بروتيسز والباقي بيتنوا بعد كده خلاص من غير بروتيسز وبيتحرك بكرسي. يبقى من اللي احنا قلناه ده كله مما سبق ان البلوني امبيوتيشن از بيتر ذان ذا اباف ني امبيوتيشن. طيب عشان كده احنا تحديد الليفل اوف امبيوتيشن از فيري امبورتنت، لانه لو انت عملت للبيشنت ده بلوني امبيوتيشن هيبقى حاله افضل من لو عملت له اباف ني امبيوتيشن. خلاص طيب بس في نفس الوقت انا مش عايز اعمل بلوني امبيوتيشن وما يحصلش فيه هيلينج وبعد كده اضطر اعمل ريفيجن بعديها وادخل العيان اعمل احوله من بلوني امبيوتيشن لاباف ني. الصوت بيقطع عند حضرتك. خلاص طيب الريت اوف امبيشن ريفيجن از رينجينج فروم تاني دكتور ممكن حضرتك ايه الريت ممكن حضرتك تعمل نعم الناس اللي عايزه تدخل اكسبت للناس اللي عايزه تدخل حاضر ادميت اول اهو ادميت اول اهو كله ادميت اول ادميت اول تمام شكرا جدا لحضرتك. الريفيجن يعني ايه يا جماعه اللي فاتح اقفلوا من فضلكم وخلوه ميوتد ما عدا محمود بس عشان اعرف اكلمه. طيب ريت اوف امبيوتيشن ريفيجن امبيوتيشن امبيوتيشن ده اسمه امبيوتيشن ريفيجن الريت بتاعه قد ايه؟ من 5 to 15%. طب هو حصل ليه؟ حصل على انها تقفل مرض يقفل فاضطرينا ان احنا نعملها بعد كده. يعني تحديد الليفل از فيري امبورتنت عشان ما دخلش العيان يعمل عمليه ثانيه. طيب العمليه الثانيه دي ليها مورتاليتي ريت، مورتاليتي ريت بتاعها بيوصل 5%. يبقى انا مش عايز ادخل العيان يعمل عمليات مرتين علشان الريسك اوف مفهوم هذا الكلام. يبقى انا لازم احدد ليفل الامبيوتيشن precisely before I take the decisions to do for the patient below or above knee amputation. خلاص طيب الجادجمنت بيجي ازاي؟ انا عمال اعمل admit all اهو طيب ال judgment of level of amputation experience is important in determination of amputation level therefore this decision should not be relegated to junior surgeon or trainee. يعني لازم اللي عندنا بقانون الجامعه ما بياخدش قرار amputation ويحدد الليفل بتاعه الا ام دي على الاقل خلاص كده علشان خاطر الحساسيه بتاعت هذا الايه هذا الموقف. سمعني يا محمود؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام قول. الاوبجيكتيف تيستنكال ايفالويشن اوبجيكتيف تيستنج الاوبجيكتيف تيستنج شود بي ابلايد يوزنج سنجل كرايتيريون اونلي مي ليد تو انسيسري ابروكسيميشن. يعني انا بصيت على العيان واستعملت كرايتيريا واحده عشان اقول الليفل اوف امبيوتيشن ده هيخليني ان انا اعمل unnecessary proximal amputation اكتر من اللازم فعشان كده انا لازم استعمل more than one criterion to decide the level of amputation. واحد منهم clinical والتاني لازم اشوف perfusion اللي في الليمب ده. طيب the objective data should be supplemented clinically should supplement clinical judgments but not replace it. يعني clinical judgment نمرة واحد ونمرة اتنين احط عليه objective data اللي هو اشوف في perfusion في الليمب عامل ازاي عشان اقدر احدد الليفل اوف ايه اوف امبيوتيشن ما بستعملش وان سنجل كرايتيريون تو ديسايد اون ذات. المور ديستنت امبيوتيشنز وير اتشيفد ويز كلينيكال جادجمنت ذان ويز ذا سول ريلاينس اون ذا اوبجكتيف تيستنج. تاني مور ديستنت امبيوتيشنز وير اتشيفد ويز كلينيكال جادجمنت ذان ويز ذا سول ريلاينس اون ذا اوبجكتيف تيستنج. يعني لازم هما الاثنين مع بعض خلاص وده ممكن يوصلني ان انا اعمل
distal amputation هو below knee ما عملش above knee لو استعملت التو كريتيريون دول. يبقى اذا العيان هيستفيد من اللي انا ايه من اللي انا عملته ان هو يستفيد ان هو هيركب below knee prosthesis بكل الميزات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. نمره 2 ان هو هيavoid ان هو يتعمل له في shortly بعد كده revision of this amputation وتحول له below knee amputation to above knee amputation. خلاص طيب الفيزيكال كرايتيريا نمره 1 الليفل اوف انفيكشن اوف جانجرين. مثال على كده ايه ده؟ هي في حاجات بتبقى حاسمه نفسها. يعني ايه؟ يعني الجانجرين واصله للانكل يبقى خلاص انا لازم البيشنت اعمل له below knee amputation. طب الجانجرين واصله للني يبقى this patient مش هقدر اعمل له غير above knee amputation. طيب نمره 2 اللي هو البالبابل بالس ال proximal to the proposed level of amputation ان انا الاقي بالبابل بالس proximal to the proposed level of amputation is attained by amputation wound healing as high as 100%. طيب يعني ايه example على كده؟ ايه ان انا لو لقيت البوبليتيال بالس موجود يبقى اقدر اعمل below knee amputation وانا مطمن مش هيبقى في عندنا مشكله. خلاص حسيت الفيمورال artery pulsation يبقى الابوف امبيوتيشن اقدر اعمله وانا ايه وانا مطمن. ولكن absence of valuable pulse does not necessarily means failure of the wound heal. يعني انا لو لقيت البوبليتيال بالس في العيان ده يبقى معناها ان انا اقدر اعمل below knee amputation وانا مطمن. طب لو ما لقيتوش البوبليتيال بالس معناها ان انا اعمل above knee amputation ولا لا؟ لا ده في عيانين من دول ما فيهمش بوبليتيال بالس واقدر اعمل لهم برضه below knee amputation والجرح بتاعهم يقفل لان انا عملت assessment بحاجه ثانيه مش بس بالبالبابل بالس لا ده بالبرفيوجن ميجرمنتس ان انا اشوف البرفيوجن في الحته دي عامل ايه عامل ايه. علشان كده بناكد therefore the sole reliance on palpable pulse leads to unnecessary proximal amputation. يبقى انا ما بعتمدش على بالس بس. طيب بستعمل ايه تاني؟ يبقى اول حاجه الانفكشن او الجنجرين وصل فين. نمره 2 palpable pulse. نمره 3 السكين تمبريتشر ميجرمنتس. الحته اللي اوف جود بلاد سبلاي هيبقى التمبريتشر اللي فيها كويس. الحته اللي ما فيش فيها جود بلاد سبلاي او فيها باد بلاد سبلاي هيبقى التمبريتشر اللي فيها ايه اللي فيها اسقع من غيرها. نمره 2 الانكل اند التو بريشر ميجرمنتس. وبعد كده في حاجه كمان اللي هي ترانسكوتينيوس اوكسجين تنشن. باجي على المكان اللي انا هعمل في ناوي اعمل فيه الامبيوتيشن وبقيس الاوكسجين تنشن في الحته دي لقيته ساتسفاكتوري يبقى انا اقدر اعمل امبيوتيشن في الايه في الحته دي. خلاص في حاجه كمان دي بتتعمل بحاجه اسمها الليزر دوبلر اللي هو سكين برفيوجن بريشر. بشوف السكين برفيوجن بريشر ات ذا بروبوزد سايت اوف امبيوتيشن. لو لقيته ساتسفاكتوري يبقى بعمل امبيوتيشن، لقيته مش ساتسفاكتوري ما بعملش امبيوتيشن. دول الكرايتيريا اللي احنا بنستعملهم علشان نحدد الليفل اوف ايه اوف امبيوتيشن. اكوردنج تو ذا بروثيست اللي هو الراجل اللي بيعمل البروثيسز اوبينيون اند كونسيدريشن اوف ذا فولوينج. الايدج والكوموربيليتي والكونديشن اوف كونترالاترال لمب والبيشنت ديماند اند ليفل اوف اكتيفيتي بيفور ذا امبيوتيشن. يعني انا ممكن بالحاجات دي احدد الليفل اوف امبيوتيشن بس اجي ابص الاقي ايه ان الايه العيان سنه كبير جدا خلاص مش هيعرف ان هو يعمل بتاع ده او عنده كوموربيليتيز او اللمب الاخر مش كويس مش هيديله سبورتس او البيشنت ديماند مش عايز حاجه ده عايز يروح الحمام بس مش اكتر من كده. ده ممكن يبقى له ساي في الليفل اوف امبيوتيشن برضو على هذا الايه على هذا المواد. دي انواع البروسيسز اهي. بصوا ده below knee amputation واخدين بالكم اهو بالمنظر ده الكلاسيك وده اللي هو اللي بيركب فيه الاستامب ما تبقى من الايه من الايه من اللمب. سوري ده above knee amputation prosthesis اهو. خلاص دي بتبقى مايكرو بروسيسور كنترول ان هي بتالاو فليكشن اند اكستنشن اوف ذا نيد. كل حاجه وكل حاجه على حسب البيشنت هيقدر يتعامل معاها ايه يتعامل معاها ازاي. دول below knee amputation وبرده ليهم كونفجريشنز مختلفه زي اللي في النص ده مثلا بيركب لي اللي هم فيري even to run في ال competitions necessitating speed or necessitating the patient to run. Sometimes there is a problem with the stump itself and in such conditions we need to relieve the weight from the stump itself. We can transmit the weight to that part if the, if we have a problem with the below knee amputation stump itself.
برضو عشان تبقوا متخيلين المنظر ده، لكن مش بنسألكم في الديتيلز بتاعته ولا هي الريهابليتيشن. بعد ما نخلص الامبيوتيشن اللي بنعمله ده 82% RDU2 vascular disease والنمبر is expected to reach 3.6 million by the year 2050. The aim of training and rehabilitation is to allow the patient, the amputee, to join the community in a manner which is as normal as that of the normal subject or of the other subject. ده الغرض منه، ان انا اخليه يرجع تاني للمجتمع ويتحرك ويروح ويجي ويبقى productive person. خلاص ده بالنسبة لي المحاضرة بتاعة النهاردة. عايزين معاد very soon يا محمود، سمعني ولا لا؟ مع حضرتك يا دكتور، احنا زي ما قلت لحضرتك بكرة بإذن الله التيمز هيكون جاهز، ممكن الثلاث زي ما حضرتك قلت. طب بكرة ديني تأكيد بس، الله خليك واخد بالك، والثلاث هيبقى عندنا محاضرة أطول شوية عشان خاطر نخلص الحاجات اللي ورانا. أرجوك ممكن الثلاث نبدأ تسعة حضرتك. يا ريت بس، وفي عندنا مشكله بس خليكم عارفينها، المشكله دي ان الناس كلها فاتحه النت دلوقتي بتتفرج على المسلسلات، وده عامل لنا مشكله. يعني هو الترافيك اللي عامل اختيار الميعاد، لو قدرنا نختار ميعاد بذكاء شويه هنقدر نافويد النت ترافيك ده اللي احنا مزنوقين فيه ده. المهم بس خليك اتصل قبل الفطار. استنى بس اتصل بيهم بكره، اتاكد ان اشتغل، اتصل بيهم بكره في النهار، علشان انا دلوقتي كلمت الدكتوره نانسي قالت لي احنا بره مش عارف ايه والبتاع مش هنعرف نشغله دلوقتي علشان احنا بره بعيد عن الكليه، فهو حد يكلمهم الصبح علشان خاطر يظبطوا الحكايه دي، علشان خاطر نقدر عندنا الفلكسبيليتي ان احنا نختار من اللي احنا عايزينه. طيب انا اكلمك بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا محمود، كتر خيرك.